السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الجليل محمد من قناة عبد جيم اوفر. انا اسف يعني ان انا عملت حاجات يعني ورا الكواليس، بس انا اسف يعني جبت خشوع ايرونا وعملت لي ستوب كاكس و كانوا 16 يعني عملت بواحدة شلت، فخليها يلا ما اتأخرش ونبدأ. لحظة واحدة، بعد انا دخلت اساسا العالم السيدي ده العالم اللي صور فيه. ثانية انا اجيبه 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 انا قدرت اهرب وعبوبة عدو اسكبه ما رضوش يسيبوني انا ترى هربت كده وعطيتهم كلهم كان زب زب زب. سلام عليكم يا ابني. لا 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 شو كنا ناخد فيها؟ ضاع صوتي يا جماعة. في ايه؟ في مرة مستصدين النهاردة ولا ايه؟ ايه يا حبا اروح عليك اطف عليهم. طيب والله ما يعرفش شوف كده لو اهرب منهم اجري. مش فاكرة كنت قاعد في بصعوبة كذا بيت كذا فيها سرير. اخيرا طلعت منها السلام. طلعوا كلهم حلو ازاي؟ الحمد لله كده كده حتى الزوم بفجر الرجل ده بزوم ده اللي جيت رحيمة. اوعى الكحيمة اوعى الكحيمة ولا غير انا بقيت شاي ده عدت حاجات. بصوا بصوا فجر عادي يا ابني، ولو مش شفتوش مش هيعمل حاجة فخليها فيه. فيدو تاني كده في الحلقة اللي فاتت جبت فيها الفيدو دي. ماشي دلوقتي ايه خلينا ايه لحظة واحدة. تعالي يا الله. كنت عايز اجرب حاجة كده من خلال ماينكرافت. شفت واحد بيعملها كده ايوه حلو ايوه رجعت. حد خد باله شفت يجيلي نفس. اقف اكسر بقى قبل اجري بقى. الحمد لله دلوقتي هروح كهف زيادة، بس استنى بس الايرون اللي لقيته ده بتاع كله لقيته على الوش. فا ايه خليني استنى اللي كامل الصوره جنبها. انا تركي عملت كيفنج ورا الكواليس كيفنج كامل يعني استعجلت يعني قلت مينفعش كده اطلع من غير حاجه. وبرضو هيبقى في سلسلة سيرفايفل مودات، بس مش هبقى لوحدي، هيبقى معايا واحد هيجي يصور معايا. اخويا الصغير هو كان عايز يصور معايا، بس دي هتبقى سنجل بريور وانت بلاش مودات يعني عشان هتبقى ضايفة. المفروض بيبقى في هنا زي ايه ده بقى. ايوه الله الحمد لله لقينا البتاع ده حلو اوي. هينفع احمل طبعا انا ما بفتحش كرييتيف خالص طبعا ايه رايكم في سكيني الجديد غير اللي كان في الحلقه اللي فات؟ وحتى الحلقه اللي فاتت برضو كان فيها السكيني ده على الصورة مصغرة، بس انا اسف يعني ده غيرت مرة واحدة كده عادي. الفيس كام عامل فيس كام بس على مثلا الحلقة الرابعة الخامسة كده. حلقتين التلات حلقات الجايين دول هيبقى فيه فيس كام.
طول الفيديوهات اللي فيه في سكان ماشي. ف عايزين بقى دعم واشتراك ومش عايزين يعني انت فاضي اهو يعني مش يعني اللي فاضي دلوقتي يعني قدامك زرار كده يعني لونه احمر مش اسهل حاجة الا بتدوس عليه مش هتنتهي حياتك يعني دوس عليه ودوس على زرار هتلاقي جرس كده رن عليه كل مرة هنزل فيديو هتلاقيه جالك وفي زرار تاني لونه رصاصي كده دوس عليه هتلاقيه تحول للون الازرق كده كده انت فرحتني وربنا بس اعمل الخطوات دي هتلاقوا كل يوم فيديوهات وهتلاقوا سلسلة جديدة برضو سكاي فاكتوري للموبايل الجوال يعني عارف ان كل حاجة عاملها للجوال و السفر اسكتري معاك ده بس شويت الاير اسف على الدوشة اللي جنبي يعني قاعد في مكان عام بس بحاول ابعد عن الدوشة على قد ما اقدر بس دوشة كبيرة اوي ايه ده؟ ده عشان كده كنت باخد الاسهام دلوقتي افتح كراس الكيبل انا اسف برضو انا اسف تاني ان انا عملت حاجات ورا الكواليس نعمل سكات نعمل سيف هو السيف دي انا هخلي السيف ده مش هعمله هعمل بس البيك اكس هعمل دروع تاخد تحلى حاجات طب لا خليها اعمل شيست او في شوكه اري الشيست الشيست اسا حاجه اللي تدر بيها كده بس اخد الجرس ده البس شوف كده الوتش على ده ماشي تجربه يعني المود عشان بص الجرس ولا جامد 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 شفت بريتا كابتن اسا حاجه ده هو بيعمل كده بشستين. ايوه بيت مدرع محدش يقدر يتبين خالص عايز ستور تلاتة ستور تقريبا عشان يفتح خليها احدف شوية حاجات عشان احطه في الطريقة ده ايوه انا مش هفت عشان كده مش قادر يفتح عايز ستور خليها بالعكس بس جاي جميل زيكم اكسر ف الحصان ده هو حبيني بس انا عايز صدل ف هدور على كهف واجي لحظه لو مركزين معايا في الفيديو هيفتكروا ان انا قلت ان انا دخلت عملت كيف جوه الكواليس فده الكهف اللي انا دخلته بس ما استكشفتوش كله قلت مش هينفع كده حلو قوي فشار ايرونا من ورا المتابعين فسامحته وحتة باركور كده زريب اوبا سوري اخوكم مروة معلش انت مش كشاف حط شماعة عملت برضه شماعة انا عملت كل حاجة ورا الكواليس عملت كيف ورا الكواليس اشياء الفيس كام هتطلع ايه الايرون يا كابتن ايه الايرون طب ولا ابو تعرف انا فتحتك ممكن ايه طيب بلاش الحمد لله شو بوا هو ده صوت سكرتو اللي تهيألي هو الفيديو اللي في عايزين حتى 10 دقايق دي حاجة التحديث الجديد خليها كسر خدها يلا الفيديو الكراويب ده عاوز بالله ولا اي حاجه عايز تكفح ليه في ليه اقفل بس الشموع ايه عندك الشموع دي من الجو كده عشان اخدها تاني خليها نرمي ده يلا دي ايوه مش هاخد الوقت بوكا مش هاخد سوب التاكل وقعت تحت في صدر البلوكات حلو يعني ده وقعت تحت عشان صدر البلوكات اللي مش لازمة نقول برضه مش لازمة
والموس ستون ولا كأنه والموس لا فوق كمان في ايضا لا فكرة لا طلعت انا مهم او فكرة او ما عمرو مهم انا بالنسبه لي الغير احسن من الجول. طب مش هتدمر طب انا كده حط 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 طب ثانية واحدة معلش لو في حد رضا يعني عادي رياضة بتجيب اوكي ايه انا جاي محروق. طب هو كده كده يا ابن المحروق. طب طب نحرق تاني هات حاجة يعني مرة تاني بس اطلع بقى. يا الله كده مش اللي راح شو لا صورته هنعمل زيادة اخر شو هو عمل بسكات اعمل 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 الفيديو بتاع بكرة مش هيبقى عبدو كرافت زي ده كده هيبقى نوع تاني ده كوبر اللي نزلوا على التحديث الجديد اللي ياخده مش عارف بس هو مش لازم بيعملش انا مبيعملش انا ايه ده ده ايرون ده سوري ده كأنها هدية كوبر ورا ايرون بس هو كوبر وايرون مع بعض اللي مش فاهم بس ده ايرون ماشي طيب ايه ده في وردة جوه الكهف ايه ده طب ليه طيب لفه البلوكات دي اهي اهي طلع لي هنا الحته اللي انا رحتها دي ايه ده في الارض ده كوبر سوبر كده كده مش عارف ليه ما خلوش الكوبر يعمل له ادوات كان مفيد فايه زي ما قلت كده هيبقى قصدي هنزل يعني ان شاء الله ان شاء الله يا اما بكره يا اما بعده الفيديو بتاع ال السلايد هيدا انا عارف وانا عارف ده ما لقيت حاجه كده الله مسدوده مفيش دخله تانيه بتاع كوبر تاني انا زهقت منه والله حطينه ملوش لازمه ستين لازمه خلي احاول امشي نزلة مرعبة نزلة مرعبة اكسر دول اكسر دول ودي المفروض دي لو جبتها فوق اي شيء هتموته بس لو في واية فوق دي كسرتها ليا واية بس فمش عايز اكسرها ودي برضه بصوا لو كنت بلعب مع واحد وانا كسرتها كده كان زمان انا معانا في الشهر طب ثواني تعالوا بعد انا في الماية فين الماية انا عايز الماية الماية التهيوات دي ولا ايه في الفيديو ترى يعني ليه واي لا 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 هذا روي سوري واحدة سوري واحدة حاول انزل نازلة مميتة والله سي ضرب عليها شوف كده في حاجة ايرون اي حاجة ايه ده في زبورة لا ده مش زبورة ده بس هو في زومبي كتير في اتنين دول مش كتير الواية دايرون مش دايموند طول ما انا ماشي ولا ايه
طب الفيديو المفروض يخلص دلوقتي، ف ثانية واحدة ماشي. دلوقتي بعد رحلة طويلة قعدت ربع ساعة، وطبعا انا اكيد وقفت اصلا في الفيديو كتير، قاعد اكتر من ربع ساعة، بس ايه في الفيديو هيخلص دلوقتي، وعايزين بقى ايه شوف السلسلة عجبك ولا لأ. وكمان كمان مرة انا بقى معايا واحد اخويا الصغير هيجي يصور معايا في فيديو كرافت، بس حوالي ماشي معلم. فيديو كرافت بس ال بتاع ده